بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية ويصبحكم بالخير جميعا. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح نستكمل فيها الفيتشرز أو التكنيكس اللي راح ممكن نستخدمها بالـ HTML. اليوم راح نتعرف على كيف ممكن نعمل تيبل في الـ HTML. بس قبل ما نبدأ في الموضوع، حدا عنده سؤال بالنسبة للمحاضرة اللي فاتت؟ في أي شيء مش واضح من المحاضرة السابقة؟ حسب ما أذكر المحاضرة السابقة احنا أخذنا عن الليست، أخذنا عن اللينكس، أخذنا شوية تذكير عن الإيميجز. حد عنده أي سؤال، أي استفسار بخصوص المادة، بخصوص أي من المواضيع السابقة؟ بس والله دكتور غياب مش فاتح. غياب مش فاتح، كمان 3 دقايق بفتح. طيب، حد عنده أي سؤال، أي استفسار بخصوص المادة؟ تمام، رهف عندها سؤالين عن الـ HR والتارجت بلانك لما اعطينا سؤال. الثاني انه بقدر احط للهيد، يعني التايتل نفسه بده بقدر احط صوره. تمام، طيب شكرا يا رهف، سؤالها يعني سؤالها ممتازه. طيب مبدئيا خلينا بس نبدا اول شيء اكتب الكود وبجاوبك وانا بكتب بالكود. هلا بالنسبه لل سألتني عن آخر سؤال عن التايتل اللي جوا الهيد اللي هو هذا، هل بقدر أحط فيه صورة؟ لأن إحنا دائما نعطيه هو التايتل اللي نحكي عنه للتاب، صح؟ يعني إحنا عندنا نفتح في الويب براوزر نيو تاب، فبعطيه إحنا نعطي تايتل لهذا التاب. فالسؤال هون، هل بدل ما أنا أكتب هنا أب مثلا أي اسم بدي اياه، قال رهف تسالني هل بقدر احط انا ايميج؟ تمام، مش راح اقول لك بقدر وما بقدر، راح مباشره احط ايميج. اوكي، استخدم كود الايميج بدال الليبل، احكي له اس ار سي اوكي يساوي، نجرب، اتوقع الايميج اسمه ام جي بي جي. اوكي، واروح استخدم محمد عبيدات، محمد سمير بحكي لينك with icon rel. مش فاهم مداخلتك، بس اتوقع انه بالCSS هاي اللي بتحكي عن الريليشن. طيب، ضفنا الايمج صح؟ خلينا نتاكد من الفورمات. راح اضيف بادي، بس جوا البادي. تمام، ما اكتب اتشون، بس انا بدي اكتب اي شيء. راح اسيب ال اوكي، راح اسيب الابلكيشن. سكشن 2 ابلكيشن 5 نسميه ابلكيشن. شايف يا رهف؟ ما قدرنا نحط، ما تعرف على الايمج اللي احنا حاطينها في التايتل. تمام؟ يعني هو غالبا بيقبل التكست فقط. اوكي، بدأت نستخدم اوكي التاج لينك، مزبوط. طيب،
طيب بدي استخدم اللي حط محمد سمير. هاي الايميل باث راح نجي له اللينك باي ذا واي. يعني احنا راح نربط نستخدم اللينك بي سي اس اس الاكسترنال. اتفضل محمد سمير. دكتور بس تحطيت جوه التايتل. بدك اشيل من جوه التاج قصدك؟ اه دكتور اكيد. اوكي بدك اياه از لينك. يعني انا بدي اجرب ان نشوف بيجي بالتايتل نفسه ولا لا. يعني السؤال كان اتوقع يعني راح يقرأه كسترينج سات. سترينج صح بالضبط. يعني هي كان سؤالها انه جوه التايتل هل بقدر انا استخدم ايمج؟ اي ثينك الجواب على سؤالها لا. بس انا عشان ايش؟ اوكي تمام يا رهف. طيب السؤال الثاني اللي كنت تسأليه انه الـ HR اللي نسميه horizontal role تمام. طيب محمد انا راح اشيل هاي اللينك لانه later on راح نستخدمها بس راح اكون يعني في سياق مختلف شوي. بس شكرا لك يعني راح نيجي لها بس عشان ما تتربطش الامور عند البقية. طيب هلا السؤال الثاني تبع رهف حكت عن الاتش ار. الاتش ار يا رهف اللي هي الهوريزونتال رول. احنا بنعمل زي سكشن وهمي او خط فاصل بين اي جوا الويب بيج تبعتنا. فلو رحت انا بعد الاتش 1 حطيت اتش ار هون وراح ضفت اي تكست ثاني مثلا فانا بعد الهلو لاحظي هو ضاف لي هذا الخط اللي هو اللي احنا بنسميه الهوريزونتال رول. بضيف لي زي سيكشنز جوا الصفحه تبعت تمام. استخدام التارجت نروح الشات شو بنسالي عن التارجت بلانك انه احنا بنفتح اللينك لما بنستخدمها متى هي بروبريتي راح نقدر نستخدمها مع اللينكس. فاذا احنا بنضيف لينك على الصفحه تبعتنا اوكي هاي الاي اوكي اتش ريفرنس مثلا بدي اعمل له لينك على ايمج باي ذا واي بدي احط يروح يفتح بايمج. فانا هون بضيف البروبريتي اللي اسمها تارجت نعطيها الفاليو اندرسكور بلانك. هاي الفاليو شو الفكره منها؟ هون كليك مثلا اوكي. هاي التارجت بلانك بتساعدني اني افتح اللينك بس بنيو تاب. انا ما بسكر التاب اللي انا حاليا شغال فيه لان احنا عاملين هنا ضفنا الكليك هو راح لحاله عمل اوبن نيو تاب. هاي الابلكيشن تبعنا وهاي الابلكيشن هاي اللينك اللي فتحناه. ففتحنا اللينك بنيو تاب عملنا زي كانه نيو بيج او نيو ويندو لللينك. لو نشيل التارجت بلانك راح يفتحها مباشره مكان تمام. راح يفتحها يلغي لي الصفحة اللي أنا كنت فيها أعملها ريبليس يعني مباشرة راح يروح يفتح هاي اللي أوكي. وصلت الأمور يا رهف؟ الأمور تمام. أوكي نفتح الصفحة أو الإيمج تمام. حد عنده أي سؤال ثاني؟ العفو يا رب. طيب طيب مع أنه جبناها راح أشيل اللينك. خلينا نبدأ في موضوعنا اليوم اللي هو هاي next tables table. طيب احنا زي المره الماضيه عملنا
يعني تيست لاستخدام الليست في الاتشامل. حكينا عن انواع الليست. اليوم راح نستخدم اللي هي التابلز في الاتشامل. احنا مرات كثير نكون بحاجة انه نعمل تابل جوا الويب بيج تبعنا. هذا التابل في كثير من البروبرتي وبنضمني مثلا يعني بعطيني بيتر برزنتيشن للكونتنت الموجود عندي في الويب بيج. فانا بكل بساطة راح استخدم التاج اللي هو اسمه تابل. اوكي هذا التاج بحكي للويب براوزر انه احنا اللي جوا هذا الكونتنت راح يكون عبارة عن تابل. معناته تابل معناته هو راح يكون في عندي ايش نحط التابل بعدين. شكرا يا رب. صحيح. فاحنا عملنا التاج اللي هو التابل جوا البادي وسكرنا. طيب هلا احنا عارفين انه اي تابل عندي في بشكل عام وبتكون عباره عن صفوف واعمده صح ولا روز كولومز. هاي الصفوف الاعمده احنا نقدر نتحكم بعددها بشكلها بفورمات معين. فاحنا راح نروح مباشره نضيف لهذا التابل اللي هو بنسميه التابل هيد. احنا يعني تاج بيساعدنا انه نعمل احنا للتابل بنحدد فيه الهيدر لهذا التابل. فهذا التاج التابل هيد انا بروح مباشره بختار انا شو بدي التابل يكون فيه. بدي اسمي مثلا نيم. اوكي وبدي الكولوم الثاني يكون التابل هيد فيه اللي هو الميجر مثلا. اوكي فانا هيك اني عملت تابل مبدئيا في العمود الاول اللي راح يكون فيه النيم بعد انا ما حددت اي رو، والعمود الثاني راح يكون فيه الميجر. تمام. هلا بدي اروح ادور على ايش انا على الكونتنت تحت النيم وتحت الميجر. كنترول سيف بس عشان تشوفوا الشكل. اوكي لاحظ انا عملت تابل. اذا بعمل ظل ترى مش مبين هو، بس هاي نيم وهاي ميجر. في عندي خليتين هذول المفروض انهم تو كولومز. راح اضيف انا المحتوى. راح اروح اضيف التاج اللي بنسميه التابل رو الصف الاول. هذا الصف الاول راح يكون فيه ايش؟ سكر التاج. بدي اضيف انا فاليو للنيم وفاليو للميجر. راح اروح احكي له هاي الفاليو راح تخزنها باستخدام التاج للتابل داتا. اوكي راح احكي له مثلا اول شيء ذكرنا تي دي، وهذا محمد الميجر تبعه مثلا دي اي دي. انت حاليا شو عملت؟ انت ضفت للتابل اللي هي ايش؟ تو فاليوز محمد وبي اي تي تحت اللي هم النيم والميجر. طيب لو رحت انا عملت شلنا البي اي تي تمام وسيرنا، شو راح يعمل؟ راح اضيف فقط محمد. راح اضل خانه الميجر او السله الخاصه بالميجر هي امتي. طيب راح نرجعها شلنا محمد مثلا نفس الفكرة. راح أضل الخانة مش موجودة. راح أضيف للبي آي تي راح أعتبرها تحت النيم والميجر راح أضل أنت. أوكي فإحنا هون شو عملنا جوا التاج؟ عملنا هذا التابل رو ضفنا له اللي هي التو إليمنت. ليش أنا ضفت اثنتين؟ لأن أنا أوريدي معرف بالهيد في عندي تو فاليوز اللي هم تو كولومز. أوكي رهف حسب ما بفهم سؤالك انه انت تسالي عن الديزاين او الفورمات للتابل. طبعا في فورمات للتابل ونقدر نتحكم بشكله. ديزاين مع ديزاين حدد البوردرز حدد الفونت تايب كل هاي الامور اكيد نقدر نتحكم فيها. تمام راح نجي لها ان شاء الله. الالاينمنت والويدث اللي زي ما انت حكيتي. اوكي طيب هلا بدي اضيف another value مثلا. نضيف كمان value ثانيه. راح نروح مثلا table row القيمه الثانيه راح اضيف شارك معنا. اوكي هاي مثلا خاصه بي اي تي ضفنا. راح نلاحظ انه انا كل value بضيفها. طيب لو بدي اضيف another column يعني او اقول لك خلينا نضيف كمان بكل بساطة أنا بس بعمل كوبي بيست بغير المحتوى. ك
I refresh different values. طيب بدي اضيف انا ملاحظ انه التابل عندي انا هون ملاحظين انه انا في عندي تابل محتويات للتابل بس البوردر مش واضحه يعني الحدود بين الخلايا مش واضحه فانا عشان اقدر نضيفها راح اروح مباشره على التابل نفسه في بروبرتي اسمها بوردر اوكي راح نحكي له لهذا لهي البروبرتي نعطيها قيمه هاي القيمه عدديه حسب انت شو تعطي القيمه هو بياخذ الفورمات فانا ضفت له رقم واحد اعطاني زي ما انتم شايفين البوردر اللي شايفينه اوكي طيب لو بدي انا اعمله نغير القيمه مثلا خمسه او بزيد الكثافه او بغير الفورمات بيعمل له شادو للبوردرز وما الى ذلك طبعا هاي لها كثير قيم من 10 مثلا لاحظوا انه الفورمات الشادو بتغير للتابل اوكي طيب ممكن برضو نضيف جوا البوردر طبعا انا راح يعني راح ناخذ البيسكس في الفورمات تبع التابل لانه كل الفورماتنج راح نرجع نعيده في الكاسكيدنج ستايل شيتس يعني بتفصيل ودقه طيب هاي ضفنا البوردر ضفنا 3 values لو بدي أرد أضيف أنا كمان عمود بكل بساطة بروح على التابل هيك بحكي له th مثلا id على سبيل المثال لاحظوا راح يضيف لي ال id بس ما راح يعطيني قيم لأنه احنا اوريدي مش معطينا قيم لل id فأنا راح أروح أضيف على سبيل المثال هنا id مثلا اضاف لي الاي دي على التابل طيب بقدر برضو انا اضيف للتابل شغله نسميها اللي هي الكابشن كابشن هو التايتل الخاص بالتابل فاحنا في عندنا تاج جوا التابل بنضيفه اللي هو اسمه كابشن هذا هذه ميزه التاج هذا شو بعمل لي دائما اضيف باراجراف واعملها توسيط واعملها فورمات معين مشان افهم الناس ان هي تايتل للتابل الكابشن لحاله بروح بدور وين التابل بروح بضيف بعمل له الاين للسنتر وبنعطي تايتل مثلا هذا بنسميه ستودنت انفو مثلا هذا التابل اسمه ستودنت انفورميشن انا بعمل كنترول سيف كنترول بش فهو لحاله بضيف حاله على التوسيط بعمل توسيط مع التابل تمام طيب لو بدنا نعمل برضه شغله او اوبشن اللي هي بنسميها ال طيب انا عامل اوريدي الهيد اللي هي بول سنتر المحمد تمام اوكي طيب شو نضيف كمان اوبشن للتابل طيب لو بنروح نعمل له اللي بنسميها السيل بادنج ولا بلاش سيل بادنج طيب هل انا الكونتنت اللي عندي هون باي ذا واي في التابل هل بقدر جوا التابل اضيف مثلا لينك او ايمج يعني انا شايفين الفاليو عندي مثلا نيم ميجر واي دي كلها تكست فهل بقدر انا هاي الفاليو تتغير عندي شو رأيكم؟ شوف الشات
حلو محمد عداد بيحكي يس. طيب كيف ممكن أضيف مثلاً value للقيمة مثلاً نحط مكانها link؟ شو ممكن أعمل؟ تمام نضيف التاج A للينك مثلا لو رحنا على القيم تبعت محمد في التابل بدي أضيف لينك مثلا اوكي كيف شو ممكن أعمل بكل بساطة ممكن أروح جوا التابل داتا اوكي هون مع أنه أنا عندي الكونتنت هي تكست أنا بدي أشيلها بدي أخليها عبارة عن لينك راح أحكي له مثلا خليني أضيف واحدة جديدة والله هون بس عشان تبين شكل التيبل أحسن. ID راح أضيف مثلا واحد اسمها مش الـ ID مثلا فوتو مثلا تمام راح أروح أضيف المكان الفوتو بالـ New Table Data Link مبدئيا أوكي راح أحكي له link as reference يساوي يعني لو نفترض انها هي بروفايل بيكتشر او اي شيء خلينا نحط اي صوره اوكي تمام انا ضفت لينك خلينا نضيف كمان التارجت equal underscore blank طبعا بما ان انا ضفت اللينك لازم شو لازم نضيف ليبل باي ذا تمام فنسميها مثلا بيكتشر 1 مثلا او محمد بيكتشر 1 انا راح اروح اعمل سيف ريفرش تمام فانا عملت لينك جوا التابل بالفوتو تبعت مثلا محمد تمام انا بس بكل بساطه جوا التاج اللي هو تي دي اوكي انا ضفت التاج اللي هو اي تبع الخاص باللينك اوكي حتى انا مش مسكره والله بس مش مشكله اوكي تمام يا جماعه نفس الفكره لو انا بدي اضيف ايمج مباشره راح اروح اضيفها على سبيل المثال هون اوكي بستخدم التاج اللي هو الايمج سورس اوكي بروح بحطي اسم الصوره مهندس جيبيجي تمام شو راح اعمل له مثلا طيب راح اسكرها مبدئيا عشان نشوف كيف ممكن اسكر شكل التابل لاحظ انه يعني لانه انا حجم الصوره كبير فهو ضاف لي اياها بس عمل يعني انلارج او كبر التيبل بما يتناسب مع حجم الصوره لذلك انا مضطر اضيف اللي هي البروبرتي الخاصه بالويدث نصغرها شوي الايمج خليها مثلا 50 والهايت بدنا نعملها نفس الفكره مثلا 40 ونعمل سيف نعمل ريفرش تمام فوضاف لي الصورة جوا التابل بكل أريحية بدون أي مشاكل تمام فأنا هنا instead إنه أنا ضفت الـ 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 يعني ضفت التكست حطينا ايمج هنا حطينا اللي هي اللينك فبكل بساطة الموضوع بس أنا مجرد أستخدم التاج نفسه وأضيفه جوا السل او جوا الخليه اللي الخاصه بالتابل اللي هي باستخدام الموجوده ضمن التابل داتا وصلت الفكره يا جماعه حد عنده اي سؤال؟ فيش مش واضح؟ اوكي طيب هلا احنا ضفنا تابل هلا في عندنا بروبرتي اللي هي بنخليها او بنسميها مثلا احنا عملنا اوريدي البوردر صح مثلا هون رحنا اوكي تيبل بوردر ممكن نغير في
نغير بإيش مثلاً بالكلر مثلاً. طيب عشان نغير الكلر نستخدم ستايل اللي هي السي اس اس، راح أضيف اللي هي هنا اللي هي كلر اللي هي سوري هون لا تكون إيش مثلاً اللون. طيب راح أضيفها كلها تبي بلال صح النوم ليش متأخر؟ طيب نعرف ليش غيرنا لون اللون الخط الخاص بال نفس الفكرة. بقدر أنا أضيف التكست ألايمنت أوكي، ممكن أضيف I think من نفس ال سنتر مثلاً، أضيف جوا التاج عملنا ألايمنت سنتر لكل التكست اللي جوا. انا خلص مجرد ما اضيف الستايل بقدر انا احط البروبرتي كل اللي اخذناها، الفونت تايب الفونت فاميلي سوري الفونت سايز، كل هالامور بقدر انا اتحكم فيها جوا الستايل. حتى البوردر باي ذا واي تقدر تضيفه جوا الستايل بروبرتي، يعني هذا الاشي ممكن تضيفه بشكل مباشر هيك او مباشره بس اكتب ستايل احط كل الفورمات اللي انا بدي اياها. تمام، فانا غيرت لون الخط اوكي. في عندي انا باي ذا واي بروبرتي اللي هي تمكننا انه نعمل دمج لبعض الخلايا مع بعض، او يعني يكون عندي صف بيحتوي بضم او بتوسع بحيث انه يضم صفين او كولوم يضم اكثر من كولوم اللي بنسميها الرو سبان او الكولوم سبان. تمام، هاي البروبرتي بكل بساطه انا راح اروح على التيبل هيد اوكي واضيف عليه البروبرتي اللي بنسميها كولوم سبان او الرو سبان. هلا بنضيفها ونشوف شو الفكره منها. لو رحنا على التيبل هيد هون انا راح اضيف على سبيل المثال نيو فاليو نسميها يونيفرسيتي. هلا هاي اليونيفرسيتي انا بدي اياها يعني تضم اكثر من اللي هي بنسميها كولوم. فانا راح اروح على جوا البروبرتي احكي له كولوم سبان اوكي واعطيه كم كولوم بدي اياها تضم. انا مثلا عندي ثلاث بدي اياها تضم اثنين على سبيل المثال. انا ضفت لانه از طيب بس خليها نعملها رو احسن رو سبان اوكي. انا اشوف الكيف دعم منه بس عشان اوديكم انا هنا كم عندي كم رو اربعه هيك. انا زي كاني عملت ميرج لهاي الخليه صارت هي تضم الاربعه كولوم اوكي. فانا مثلا لو بدي اعمل فورمات بالتيبل راح اروح اشيل هاي كلها اوكي اضيفها هون از اول وحده بحكي هون مثلا انه هاي يرموك. يعني بيش اضيف انا لكل واحد انه هذا جامع انه طلاب جامعه يرموك اوكي. فانا هون كاني ضفت ايش فانا عملت 1 كولوم بس هذا الكولوم بضم او بيعمل سبان للفور روز اللي موجوده عندي فهي صارت زي كانه فورمات للتيبل اوكي. مثلا بدنا نضيف كولوم سبان مثلا على ايش بنيو فيلد مثلا هنا راح اضيف تيبل هيد وراح اسميه فاكولتي اوكي. راح احكي والله هذا هاي الفاكولتي انا بدي اياها تعمل كولوم سبان اوكي. عندي الكولوم سبان مثلا مشكلة كلهم صح تبين معي هسه بس خلينا نحطها ثلاث مثلا اوكي. راح اروح على التي دي هون راح اضيف معي يا جماعة شو بعمل مثلا
رايت. هلا لو بدي انا اعمل الفاكولتي ضم اكثر من كولوم، كان بدي اعمل لكم اياها بس عشان تبين عندكم الشكل. شو عامل اللي هي ايش؟ هون كولوم سبان. اوكي ثلاث نسميها فون مثلا، انا بس بدي اعدل عشان اورجيكم الشكل. اوكي طيب هاي الكولوم سبان راح اضيف 3. اوكي انا راح اروح اضيف هون رقم تليفون مثلا، رقم تليفون. لاحظوا انا شو عملت، بضيف كمان انا لاني محدد 3 كولومز فانا بقدر اضيف لغايه 3 كولومز كلياتهم يكونوا تابعين لهذه القيمه. أنا صار عندي هذا الفون اللي هي از بضم عبارة عن 3 كولومز، 3 خلايا، هاي كل واحدة فيهم تمثل كولوم، ونفس الفكرة أنا بقدر أضيفها لا إيش القيم للفاليو الثانية. أوكي أعطيك طعمة شوية بس عشان تحسوا باختلاف. فهمنا شو الكولوم سبان والرو سبان؟ فانا رو سبان من اسمه انا بدي ايش؟ اخذ اكثر من رو واضمهم از وان رو. الكولوم سبان انا عندي هاي هاي الخليه او الفون راح يضم عباره عن اكثر من كولوم، فانا حددت بالهيدر اكثر من قيمه. نفس الفكره هون باليرموك يونيفرسيتي، انا كاني بحكي له انه هاي كل الروز هي ضم لي اياها معك في هاي الخليه. وصلت يا جماعة الرو سبان والكولوم سبان؟ حد عنده أي سؤال؟ في شيء مش واضح؟ فنحكي إحنا سبان يعني إيش؟ إن سبان معناها I think تحتوي، يعني مش عارف معناها بالعربي، بس يعني إنه أنا عندي خلية أو سيل spans more than one row أو more than one column حسب أنت شو بدك تستخدم. يعني استخدمت الرو معناته أنا بدي أضم أكثر من رو، بدي استخدم الكولوم معناته انا الكولوم سبان معناته انا اي ويل انكلود مور ذان وان كولوم لنفس الخليه. تمام يا جماعه؟ طبعا انا باي ذا واي بقدر اتحكم اكثر يعني بفيتشرز من الموضوع الفورماتنج وموضوع الباك جراوند كلر، اللون، كل هاي الامور. بقدر حتى يعني اعمل باك جراوند كلر لكولوم واحد وعلي واحد، بس هذا ليتر راح نجي يعني هذا، انه لازم نحدد يعني ممكن نستخدم الاي دي او بحيث انه ياشر على فيتشر معين او على كونتنت معين، راح نجي له ان شاء الله ليتر اون في الشابتر القادم يعني. تمام. طيب في عندي انا شيء اسمه باي ذا واي اللي هو سيل سبيسنج او له علاقه بالسبيس اللي هو مسميه البادنج اللي هي المسافه بين الخليه والكونتنت اللي موجود، المسافه بين الخليه والكونتنت اللي موجود فيها اللي مسميها السيل بادنج. اوكي السيل بادنج هاي يعني من مشان انت تزبط او تخلينا نعمل الفورمات بشكل افضل، خلينا انا اضيف لكم اياها. اوكي نروح نضيف هذا البروبرتي على التابل كله، وين التابل صار عندي هون. اوكي طبعا احكي له كل الخلايا راح نضيف لها نسميها سيل بادنج
Okay. المسافة حكينا اللي between نعطيها هي قيمة 5. Okay. اللي بين هاي الكونتنت وحدود السل. تمام؟ فأنا وسعتها هون. هاي السل بادينج. Okay. طيب لو بدنا نحدد إشي اسمه cell spacing مثلا في يعني بجوز لو أنا جايب مثال لتيبل أصغر بين أكثر الفروقات بس يعني بالسيل سبيسينج ان انا بعمل سبيس بتوين السيل سبيس مشكله انا بدي احاول اجيب لكم افكر باكزامبل نسهل الامور بس خلينا نشوف يعني عشان بس نميز الفرق السيل بادينج بيعمل سبيس بتوين زي ما حكينا الداتا اللي موجوده جوا السيل يعني هاي الكونتنت مع حدود الخليه هذا بيتحكم فيه السيل سبيس السيل بادينج تمام السبيسينج اللي هو مفروض انه كل بين كل خليه وخليه يعني بين الخلايا هو اللي بحدد السبيس بيناتهم بس انا مش قادر ليش مش عارف مش ظاهر عندي الفاليو هون بدي اجرب احط فاليو كبيره اوكي فانت عملت سبيس بدك تبين الفاليو سبيس بين كل خليه وخليه هذا بنسميه سيل سبيسينج تمام يعني عشان تميز بيناتهم السيل بادينج اللي هي المسافه بين الكونتنت أو المحتوى اللي جوا الخلية مع حدود الخلية نفسها يعني هون عندي عمر مثلا المسافة اللي بين عمر ككلمة وحدود الخلية هذا مسميه سيل بادينج سيل سبيسينج اللي هي إيش المسافة بين الخلايا الموجودة عندي في التاب وصلت لأن لو ضفت هون مثلا بالسيل بادينج قيمة أكبر والله خلينا نجرب أروح فيه معي أوكي يصير باخذ سبيس اكثر تخيل الشكل اللي صار عندي بالتيبل صار زي كانه فورم بطل التيبل اوكي يا جماعه عرفت انا شو عملت طيب راح اضيف انا يعني بما انه معنا وقت راح اضيف على التيبل هون تيبل طيب انا بدي اجرب اضيف فيديو على ال الويب بيس تبعتي تمام كيف راح نضيف فيديو على الويب بيج في عندنا تاج في HTML اسمه فيديو بكل بساطة هذا التاج اوكي بيمكنني ان انا اضيف فيديو على الصفحة تبعتي بس لازم انا اكون عامل داونلود للفيديو واحدد له وين السورس الموجود بهذا الفيديو فبالتالي من البروبرتي لازم انا اعرفها اول شيء للفيديو اللي هي بنسميها السورس اوكي نحدد له لهذا الفيديو وين الفيديو موجود اوكي بعدين لازم انا اضيف له اللي النوع الثاني البروبرتي اللي هي التايب شو نوع الفيديو هذا الكونتنت لازم نقول له انه عندنا الفيديو هو عباره عن فيديو
شو الاكستنشن انت راح تضمه لو مثلا ام بي 4 جي بي مش عارف بي جي بس ام بي 4 انا بتذكرهم اوكي هاي لازم انت تحددها السورس اللي هو الباث لهذا الفيديو انا بدي ادوركم على الفيديو عندي بالجهاز بس هاي ثواني برضه بقدر اضيف الباث لنفس الفيديو اللي هي السايز تبعه خلينا نشوف والله بس اجرب اشوف انا في عندي كام فيديو بالمحاضرات زمان ما اتذكر ناخذ كوبي بيست نضيف عندي هون ماي فيديو ام بي 4 وانا بما اني انا اوريدي ضفته على نفس الفولدر فانا خلص مباشره شو اسمه كان كابيتال ضاف لي الفيديو بس في اشي ميسنج ادوات التحكم بهذا الفيديو صح وضاف فيديو فانا هذا الاشي راح اضيفه من البروبرتي اللي بنسميها ايش هون اسمها بس كنترولز جوا الفيديو الآن بضيف اللي هي إيش البلاي تمام هاي أدوات التحكم ظهرت عندي البلاي والبوز وكل هاي الأمور مباشرة بس ضفت اللي هي كنترولز طيب بقدر أتحكم بالسايز بالفيديو لاحظوا إنه أنا الفيديو عندي حجمه تقريبا اخذ الصفحه او عرض الصفحه فانا بقدر بكل بساطه اللي هي ايش جوا الفيديو اللي هي الكونتنت نسميه نحدد القيمه اللي هي الويدث اوكي اوكي انا نعملها 200 مثلا والهايت نفس الفكره طبعا هاي الميديا بصراحه اضافه بدك تضيف اي ميديا جوا الويب بيج تبعتك اوكي زغرنا كثير طلع اوكي نزيد اوكي انت تقدر تتحكم بهالفكره فبالتالي انا عشان اقدر اضيف فيديو عندي على الويب بيج بده يكون عندي التاج اللي هو فيديو اوكي وجوه التاج فيديو راح اضيف اللي هو السورس الديتيلز الخاصه بهذا الفيديو اوكي الجزئين الاساسيات اللي هو السورس وين موجود الفيديو عندك ونوع الفيديو التايب لهذا الفيديو اللي موجود عندي بالاضافه ان انا بدي اضيف الكنترولز طبعا هذا الشيء بينطبق برضه اذا بدي اضيف اوديو تمام لو بدي اضيف اوديو فايل على نفس ال يعني جزء من الميديا نفس الفكره راح اضيف التاج اللي هو بنسميه اوديو بس المشكله عندي ما عنديش اوديو على الجهاز انا اوكي تمام نفس الفكره انا راح اضيف بالاوديو ممكن استخدم الكنترولز عشان تبين عندي اقدر اتحكم بال مباشره راح استدعيهم
وراح احدد لي اللي هي ايش السورس. نفس الفكره بس هذا نجيب اوديو. حد بيعرف كيف ممكن انزل اوديو من الانترنت بدون الاوديو؟ لازم يكون اكستنشن تبعه مثلا ام بي 3 صح؟ طيب نفس الفكره راح اعطيه اوديو ام بي 3 مثلا السعر صح؟ بس انا ما عندي جهاز اوديو اتوقع يعني. واي 3 سريع يعني. هذا لينك يا محمد اكيد سيف. انت معتمد خلاص معتمد تمام. طيب نروح على فيديو يا بشرى. طيب وين اروح على داونلود مباشره؟ اه بس كبس داونلود اطلع من الاعلان. اوكي وبس صار عندي ام بي 3 هلا. رهيب والله. اوكي بالداونلود نعمل له كنترول سي نروح على الويندو اللي هي الاسم نسميه اوديو. نروح على التكست سورس اوديو 1.mp3 كنترول سيف نرجع على الابلكيشن كنترول ريفرش انا كان ناقصني الموضوع. تمام فاحنا ضفنا اوديو وضفنا فيديو. اوكي يلا كويس صار عندي اوديو انا على نفس الويب بيج تبعتنا. طبعا في يعني الموضوع الكنترولز مثلا في كثير تفاصيل يعني مثلا انا هون بقدر في الاوديو كنترولز بس اروح احكي له اوتو بلاي. تمام يعني بس اضيف هيك لاحظوا انه مباشره اشتغل بدون ما انا اكبس. انا كان ناقص تمام نفس الفكره على ال راحت بس بضيف كلمه اوتو بلاي هو لحاله راح يصير مباشره يشغل الفيديو يشغلهم الاثنين مع بعض. انا كان ناقص صارت حفله عندي. تمام يعني في بعض البروبريتيز بصراحه بتساعدك تتحكم بال يعني بال 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 بالميديا اللي عندك سواء كانت فيديو ولا اوديو. طيب ممكن برضو بعد الاوتو بلاي نضيف اللي هي بنسميها ميوت بس اي ثينك ميوتد ولا ميوت اتاكد بس ميوتد اي ثينك
تمام اشتغل بس اوريدي الصوت انا كان ناقصني اوكي فانا هون الميوت هو بيعمل اوتو بلاي بس بنفس الوقت مباشره بس يشتغل بيكون معامل اوريدي ميوت اوكي انا حسب اللي بتذكرهم الاشياء اللي ممكن نستخدمها في الميديا في الفيديو حكينا الهايت والويدث مهمه برضو الاوتو بلاي شو كمان الميوت برضو نفس الفكره هاي اهم الاشياء اللي ممكن تتعها طبعا غالبا احنا حاليا الويب براوزرز اللي عندنا بدعموا كثير من الفون يعني الفايل تايبس اللي لها علاقه بالفيديو او بالاوديو من زمان كان في عندنا مشكله مثلا تضطر انت تنزل بلجن للويب براوزر تبعك انه عشان يشغل لك هذا الفيديو هلا حاليا اي ثينك بدون بلجنز الفيديوهات كلها بتشتغل بدون اي مشاكل دكتور يعني زي الوورد بريس لازم ننزل بلجنز عشان ننزل اي شيء صح اي ثينك الويب براوزر اوريدي بدعم هاي الفيديوهات بدك تجرب اي ثينك انه بيشتغل بدون بلجنز بس اذا احتجت بلجنز بدك تنزل بس على حسب ما بذكر انه لا يعني ما في عندك ال حاجه للبلجنز يعني دكتور انا لا انا هون جربت بس لما كنا نشتغل على الوورد بريس الفصل الماضي كنا لازم ننزل بلجنز ما هي الوورد بريس لانه انت اوريدي يعني تمبلت جاهزه وممكن يعني بصراحه ما عندي خبره بالموضوع بس ممكن يعني على حسب كلامك انه مضطر تنزل بلجن عشان يشغل لك الفيديو او الاوديو بس لو بننزل احنا ويب بيج تبعتنا بالديفينيشن تبعنا اي ثينك ما عندك ما انت بحاجه لانه غالبا احنا الاكستنشن او الفايل اكستنشن المستخدمه اوريدي الويب براوزر يعني مجهز البلجن بيلت ان يعني كل شيء موجود فتقدر انت تشغله بدون اي مشاكل تمام يا جماعه بس ذكروني المحاضره الجاي في اللي هي بال في اللينكس نتعلم لي شغلة اللينك in the same for the same page يعني يكون عندي لينك لنفس الصفحة تبعتي أوكي خلص مش راح أعطيكم إياها اليوم بس بالمحاضرة والله ذكروني فيها المحاضرة الجاية لأن بجنا راح نبدأ بالفورمز HTML forms بس قبل ما نبدأ HTML forms إنه أعطيكم اللينك within the same page يعني يكون عندنا فيه لينك بس ياخذنا على نفس الصفحة هي شغلتها بسيطة بس يعني عشان أتذكرها حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ يعطيك العافية دكتور دكتور بس الحضور والغياب أنا ما تفعل عندي متى دخلت على المحاضرة من أولها؟ من أولها أنا بالمحاضرة هلا من شغل حد عنده أي سؤال ثاني يا جماعة؟ دكتور أنا كمان ما بعرف كيف أخذ حضور وغياب أنا دخلت من أول محاضرة كمان بعد 5 دقائق طيب هلا المحاضرة بتدخل أنا محدد التايمينج بتدخل المحاضرة بعد 10 دقائق الحضور وغياب لغاية مثلا مرات للعشرة وربع للعشرة وثلث بس أنا عملت إكستنشن تقدر تحضروا هلا جربوا اقدروا غيروا الحضور والغياب شوفوا الامور تمام حد عنده اي استفسار ثاني حد عنده اي سؤال بشرى الامور مشت دكتور لسه ما تفعل انا عندي اعمل ريفرش ثانية لو ثواني بس تمام دكتور تمام تمام اوكي بس انه بقول لك انه راح اشوف لبين ما يتفعل اوكي هلا المفروض دكتور انا والله ما بعرف كيف اخذ حضور وغياب على الاي ليرنينج يعني على الاي ليرنينج انت شو اول محاضرة بتحضرها يا هاشم
لا ثاني أو ثالث محاضرة دكتور، بس ما من أول محاضرة من ثاني محاضرة فعليا بلشنا محاضرة. تمام، يعني ضروري الإي ليرنينج إنه أنت بتدخل حضور غياب أثناء المحاضرة. هسه بحاول، يلا ماشي. تمام، هي مفتوحة الآن، جربوا شوف الأمور. يلا ماشي. تمام، حد عنده أي سؤال أي استفسار؟ اللي ما عنده أسئلة، اللي دخل حضور غياب أموره تمام بيقدر يغادر المحاضرة. يعطيكم ألف عافية، شكرا لحضوركم، نلتقي إن شاء الله المحاضرة يوم الخميس.